الرحمن الرحيم. مدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة، المادة تربية دينية إسلامية، الصف الأول الابتدائي. معكم مدرس المادة حسن سعيد محمد حسن. لقاؤنا اليوم الدرس الثالث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الأهداف: أن يعرف الطالب بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتحدث عن نعم الله تعالى أمام زملائه، أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله. الدعاء نقرأ أولا عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. هيا نقرأ مرة ثانية، اقرأ معي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشي نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. هيا نقرأ مرة ثانية. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. أولا معاني المفردات: أوى أي ذهبا، آوى ذهبا، شقه جنبه، شقه جنبه. أسلمت نفسي إليك أي جعلت نفسي مستسلمة لك، أي سلمت نفسي لله سبحانه وتعالى، جعلت نفسي مستسلمة لك. وجهت وجهي إليك أي أخلصت عملي لوجهك الكريم، أي جعلت كل أعمالي لوجه الله، أخلصت عملي لوجهك الكريم، أخلصت عملي لوجهك الكريم. فوضت أمري إليك أي اعتمدت وتوكلت عليك، اعتمدت وتوكلت عليك. ألجأت ظهري إليك أي استعنت بك، استعنت بك، كما نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ألجأت ظهري إليك أي استعنت بك. رغبة أي طلبا لعطائك ورضاك وفضلك، رغبة طلبا لعطائك، رغبة طلبا لعطائك ورضاك، طلبا لعطائك ورضاك، طلبا لعطائك ورضاك. رهبة أي خوفا من عذابك، رهبة
خوفا من عذابك. كتابك أي القرآن الكريم، كتابك القرآن الكريم، كتابك القرآن الكريم، نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفسير وبيان لهذا الدعاء. أولا، المسلم ينام على جنبه الأيمن ثم يدعو ربه. هذا يعلمني عندما أذهب إلى فراشي لكي أنام، أنام على جنبي أو شقي الأيمن وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظني. ثانيا، المسلم يسلم أمره لله ويخلص العمل له سبحانه وتعالى. نتعلم من الدعاء أن الإنسان المسلم يجعل نفسه مستسلمة لله سبحانه وتعالى، أي أسلم نفسي لله، أقول يا رب أسلمت نفسي إليك، أنت تحميني وتحفظني. ويخلص له العمل، أي يجعل كل أعماله خالصة لوجه الله، زي ما قلنا قبل كده، نصلي لله، نصوم لله، نتصدق ونساعد الفقراء والمساكين لله، نقرأ القرآن لله، نذاكر لله، أطيع أبي وأمي لله، كل أعمالي تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثالثا، المسلم يتوكل على الله ويستعين به في كل أموره، أي عمل أريد أن أعمله أستعين بالله، أقول يا رب ساعدني ووفقني وأعني، كما كان الرسول يفعل، كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يستعين بالله، يطلب من الله المساعدة والمعاونة ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أريد مثالا، عندما تبدأ المذاكرة، قبل أن تبدأ أطلب من الله، قل يا كل يا رب ساعدني وعاوني على الفهم والتدبر والتعليم، ثم ابدأ وتوكل على الله وابدأ مذاكرتك، يوفقك الله سبحانه وتعالى. رابعا، المسلم يؤمن بكتاب الله أي القرآن الكريم وبنبيه محمد. كل إنسان منا لا بد أن يكون مؤمنا بالقرآن، وأن القرآن كلام الله، فيقرأ يتعلم ويفهم ويطبق. القرآن أمرني بالصدق أكون صادقا، أمرني بالأمانة أكون أمينا، أمرني بالأدب وحسن الخلق أكون مؤدبا، أمرني بالصلاة أصلي، أمرني بطاعة الوالدين أطع أبي وأمي، كل ذلك يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. وأن نؤمن أيضا بسيدنا محمد أنه هو الرسول الذي أرسله الله إلينا لكي يعلمنا الإسلام ويعلمنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون قد انتهى هذا الدرس. أسأل الله لكم التوفيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.